الخبر كمان الجميل اللي جبناه لكم النهارده، ازاي زوج بيحب مش واحده جميل من قوي. 50 سنه ولا يعني ما اتجوزوش، الظروف فرقت بينهم. هو شخص الاطباء قالوا له انت عندك مرض ميؤوس منه، هو اسمه ارثر، ده بريطاني، وكان بيتمنى يحب يتجوز حبيبته اللي حبها من 50 سنه. هي اتجوزت وهو اتجوز وخلفه، وفي الاخر لما لقى نفسه على فراش الموت اتجوزها وهو عنده 70 سنه وهي عندها 64 سنه، وحب ان هي تبقى اللحظات الاخيره من حياته مع حبيبه عمره ويحقق امنيته ولو ليوم واحد زي ما قال وهو نايم على سرير الموت. يعني طبعا حاجة رومانسية جميلة جدا، انا مش حاسه حب ان هي جميل، رومانسيه، إحساس جميل حقيقي. بس انا يا ترى لو حاسه كانوا ان هي اتجوزوا منتهى من القسوه. 50 سنة كان فضل يحبها لا، 50 سنة؟ ان القسوه ان هو عايز يتجوز قبل ما هيموت، بس في الاخر خلاص هو هيموت، فهو بيحبوا هيسيب بعض. هذه الست، هيسيب الست دي تتعذب وتتالم. مش مهم ثروه، هو بيقول المهم ولو الفكره في ايه؟ لساعة واحدة. الفكره ان هو ما فكرش غير في نفسه، ان هو في اللحظه دي هو عايز يرجع ذكرياته اللي هو بيحبها مع الست اللي بيحبها. طب ما ما هي كمان فكرش بقى برغبتها برضو، طبعا، بس ما يعني فكرش بتحبه ان اكيد. هي هتوافق لانها بتحبه. بس طب وفكرت فيها بعد ما لو ربنا افتكرك او لو توفيت، ايه الالم اللي هي هتحس بيه او ايه المعاناه او ايه الوحده؟ هي دي المشكله. فعشان كده مش حاسه انا عن نفسي، انا كعاطف مش متعاطفة طب مع انتي الخبر. دخلتي